هذا ما بغيتيش هاد الغوات حتى تسمعي هاد الغوات الاخر سمعتوه اخوان. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الصغير اللي غادي ندير لكم الصراحه على جوج الارامات اللي هما من احسن الارامات اللي دوزنا. هذه الارام اللي تتكون سيكوريزي للموتور وتتعلمك بان اي واحد قاص الموتور ديالك كما كتشوفوا. هاد بيكا اللي هي مكسوره بيكانا راسينكنا اللي هي فيها غير تيليكوموند العاديه وفيها تيليكو وفيها ساروت. هذه ما تتفيفروري ما والو هي هذه العاديه واللي هي الثمن ديالها 120 درهم. كما قلنا الاخوان هذه في هذا الفيش هذا على حسب ستاراسيون اللي ما فيش بلاصه لارام في اي موتور. المهم هي تخدم اي موتور كما العاده. عندها التيليكوموند تجربها بها تتيستي بها في الغوات وداك الشيء تتيستي بها. وكاين ناس كاع اللي تيخدموا تيقول لك الا خويا الباتري تكالي هذه. ونورمالمون اغلبيه احنا الدراري عندنا عمي السيكليست ما تيركبش هذه نهائيا. تيخدم ديريكت بستاراسيون ديريكت اللي هما ديال الخيوط العاديين. ندير لكم واحد التجربه باش تسمعوا الغوات ديالها. الصوت ديالها عادي اللي هو معروف بحال الرامات. وانا اللي عليها التاكيد هي هاد الاخرى بحال هكا هكذا الاخوان. صافي الله يجعل بركه من الصداع. انت الرام فاش تكون في الكاريناج لداخل تتعطي واحد الصوت اللي هو سامبل ماشي بحال هذا مصدع بزاف. هذا الصراحه الله يلا مصدع بزاف. والثمن ديالها كما قلت لكم 120 درهم ثمن مناسب. هذه اللي غاليه شويه اللي هي الثمن ديالها حاليا دابا 190 درهم. غنحلوها وتشوفوها معنا. هذه يمكن ليا نتيستيها لكم كاع ماشي مشكل. هادو 190 درهم اللي هي باش هذه الاختلاف اللي فيها هي هي الحجره ديال التليكوموند تدير لي هنا ها هي قبل ما نشعلها كاع هي تدير لها هكا تاعي فنفنمون تجيب باري كي تركب الحجره تعرف تفنم فين كاين. ها هي هادي سالينا منها تتجي تا هي بهذا الفيش السكور. إذا ما عندكش الفيش بحال هذا في ستاراسيون ضروري تركب هذا تموديفيه وتركبه في الموتور. وهنا راه عمي السيكليست تركب كل شيء. كما قلنا الاخوان غادي نحاولوا نبرونشيوها ونشوفوا جوج خيوط اللي خدامين اللي هما كنت جربت واحد التجربه قديمه نشوفوها. ها هي بسم الله اختاروا هاد جوج السلوكه هادو اجرا ما وجدتش باش نديروا باش صحابكم لا درنا شي خدعه ولا شي حاجه. راه سهله بالنسبه لي انا في هاد التركيبه هادي. اما بالنسبه لا مارش وداك الشيء الاخر تيكون ضروري خص تكون هاد الخيوط كاملين. الا بغيتي ضروري خصك سيكليست اللي هو تعرف ستاراسيون. خلينا نوقف ونديروا كما قلنا الاخوان. دابا جبت الموس وسرمت هاد الخيوط هادو السريم ديالهم راهما. وعندنا الضو دائما دايز في هاد الخيوط هادو هاد البلوس الموا ما عرفتش دايز الضو ولا لا. اللهم بارك دايز الضو سمعتوها. انا درت تجربه كما قلت لكم هي بهاد الجوج هادو. هادشي اللي تعلمت من عند مي السيكليس والدراري. نشوفوا الى سدينا الموتور. ها هو سديناه اللهم بارك. سمع الغوات فيها واحد الصوت هادي شتوها هادي فعلا شتوها هادي تفرفر اللي قلت لكم و تتفرفرو ليها هاهي. تصنتوا ليا مزيان في هادي وغادي نقول لكم واحد النقطة مهمة في هادي. كاين الناس اللي ما تيبغوش يغوت موتورهم ما تيبغيش يغوت وباو غير غادي تغوت. غندير واحد الطريقه سهله ان شاء الله ونزيدو هاد التجربه قدامكم مع هاد الفيديو هذا. غنحيدو هاد الباف هذا وغادي نسدو الموتور كما العاده. سمعتو قالت واحد الطق هنايا. حنا غادي نقعدو واحد 5 ثواني ولا 10 ثواني ونقيسو ونشوف واش هاد الارام تتجاوب معنا بلا باف. هادي يمكن تحط الموتور في شي بلاصه اللي هي قريبه وعاد تفيفري عندك غير هادي في الجيم. نشوفو سمع الطق طق هاهي هاهي خدامه بلا باف بلا والو تتفيفروري بلا هذا. ما بغيتيش هاد الغوات تسمعي هاد الغوات الاخر سمعتو ها انتم. نتمنى تكون هاد التجربه فاتكم ونتمنى هاد الفيديو يعجبكم وتهلاو ليا في راسكم. ودائما راه حنا معكم في الجديد والله يوفقنا معكم والله يوفق جميع المسلمين ان شاء الله يا رب. الله يوفقكم.